يا جزرايه يا مش الجزر بيقوي النظر، الجزر بيقوي النظر علشان فيتامين ايه، عشان فيتامين ايه. طب نروح بقى للشعر. بالظبط كده. دايما تلاقي ستات تقول لك شعري بيقع شعري بيقع، انا اكيد عندي نقص في الفيتامينات. بالظبط. لا دي بقى يعني دي احنا بس دي صوره حاجه قبل دي. الشعر اللي بيقع دي، دي شابت دي نص شعرها شاب وسنهم اقل من 25 سنه، غير ان هو ممكن بيبقى نص راسها كده ولا دي صوره بيبقى بس؟ فعلا كده نص راسها جري كلر، جري ديسكلريشن، الشعر بدا يتغير لونه. ايوه يعني الشعر كله ولا نص؟ لا جزء بدا يظهر بقى، بدا يظهر حتت. كتير. بالظبط. غير ان هو حاجه ممكن تكون وراثيه، زي ما قلنا لو احنا بنتكلم عن نيوتريشنالي ذا فاكت، في دراسه اتعملت على السيدات اقل من 25 سنه وجدوا ان هو في نقص اللي بيبقى فيه نقص فيتامين بي 12 والفريتين. فريتين ده حديد؟ الحديد زي ما قلنا الاكلات اللي هي المفروض ناكلها. لو احنا بنتكلم عن فيتامين بي 12 ده الدواجن بقى اللي هي لازم، اللي هي البروتينات مثلا زي اللحوم والمنتجات الالبان من الحاجات اللي هي فيها فيتامين كلها B12. كل حاجه اللحوم اكتر هي اللي فيها، اللحمه والفراخ والسمك وكده دي فيها فيتامين بي 12 اكتر حاجه، الى جانب انه ممكن بيبقى فيه الواحد ممكن نباتي اكتر. طيب ان هو ما بياكلش بيعملوا مثلا دواجن او كده، يحاول ياخد فيتامين بي 12 من برضو يعني، هي دي بتبقى دايما لازم يمونيتور فيتامين بي 12 عنده. من بقى الحاجات تانية ممكن لو هو بيبقى نص مثلا نباتي والنص التاني فبياخد مثلا منتجات البان او ما بياكلش لحوم او سمك او كده حسب نوع الحاجة. طيب مشاكل تساقط الشعر، نقص فيتامينات ايه دي بقى؟ كل حاجه يعني، واحنا عندنا مشاكل تساقط شعر، احنا لازم نعمل تحاليل معينه. هنعمل صوره دم، هنعمل كمان السيروم فيريتين اللي هي مخزن الحديد، تمام، هنعمل فيتامين بي 12 وهنعمل زنك، تمام، ده مهم، وفيتامين د. دول خمس حاجات لازم نعملهم كتحاليل اول ما يبقى عندنا تساقط في الشعر، تمام، ونشوف ايه المشكله بالظبط. وساعتها الاكل بقى المفروض يعني بالظبط خلطه الاكل هيتظبط، الى جانب بقى لو هو بيتابع مع طبيب. ولو قليل من رقم كام عامه نبدا ناخد بقى سبلمنتس او حقن او برضه ده حسب كل واحد، ده حسب كل واحد وحسب حالته وكده يعني. انا مش جو ناحيه خالص ان احنا نجو، لو انا حاسس مثلا ده انا مرهق النهارده، في ناس كده والله بيحسوا مثلا ده انا حاسس بارهاق او كده فياخد سبلمنت مثلا. ليه ناس كده والله وبتضحكي؟ انا واحده من الناس دي على فكره. وبتحسي ان انت اتغيرتي، ده شعور، ده بلاسيبو بالظبط كده. بلاسيبو اللي هو ادويه مخصوصه كده بقيت خلاص تحسسك بتوهمك ان هي، لكن هي في الحقيقه دواء ما فيهوش اي حاجه. اي دواء في الدنيا ليه علاقه بمالتي فيتامين او وات ايفر، اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها فيها مشكله او نقص دي علشان تبدا تترفع انت محتاجه على الاقل 3 شهور. انا اول ما الاقي جسمي ابتدى يوجعني افتكر بقى ده ما اخدتش الحديد النهارده، ما خدتش مش عارف ايه، اخده بقى اخده تحسي ان انت خلاص يومين وبعدين انسى. بالظبط. وتحسي لا هو شعور الواحد لو احنا اكلنا الاكل عامه، لو احنا بقى عندنا نقص تاني بقى ده حاجه تانيه يعني، مشكله ما بتسبب نقص حاجه دي قصه تانيه. بالظبط كده. لكن لو احنا بنتكلم